كيف تعثر على هاتفك حتى لو كان صامتا؟ تابع معنا هذا الفيديو. ربما كنت في مكان ما واضطررت إلى وضع هاتفك في حالة صامت كي لا يزعجك بنغمات استقبال رسائل التواصل الاجتماعي العديدة أو رنات مكالمات أصدقاء غير ضرورية. ثم انشغلت بشيء ما ونسيت أين وضعت هاتفك، وتذكرت أنه لا يجدي أن تتصل به من هاتف آخر لأنك لن تسمع رنينه، فهو في وضع الصامت. فماذا تفعل في هذه الحالة؟ إن العثور على هاتفك الصامت ليست مهمة مستحيلة، واستنادا إلى نوعية هاتفك يمكنك اتباع إحدى الطريقتين التاليتين للعثور عليه. أولا، إذا كان هاتفك أندرويد، للعثور على هاتفك يجب أولا أن يلبي الشروط التالية: أن يكون مش شغالا، يعني مشتعل وليس طافئ، أن يكون لديك حساب فعال في جوجل، وأن يكون الهاتف متصلا بالإنترنت سواء عبر شبكة الواي فاي أو بيانات الجوال، أن تكون ميزة تحديد الموقع الجغرافي مفعلة، أن تكون ميزة أعثر على جهازي مفعلة، وهذه الأخيرة يمكن الوصول إليها من خلال التوجه إلى إعدادات ثم الأمن والموقع، ثم أعثر على جهازي واختر حدد موقع هذا الجهاز عن بعد. وفي بعض هواتف سامسونج يدعى هذا الخيار خدمة موقع جوجل، وهو يتيح لخدمة موقع جوجل توفير معلومات أكثر دقة عن موقع جهازك. كيف تحدد مكان هاتفك الصامت؟ إذا توفرت الشروط السابقة، توجه إلى موقع www.google.com/android/find وسجل الدخول بحساب بريد جيميل الإلكتروني. بعد ذلك اختر الجهاز الذي تريد العثور عليه في حال كنت تستخدم أكثر من جهاز. الخطوة الأخيرة هي اختيار شغل الصوت Play Sound، وسيبدأ الهاتف بالرنين لمدة 5 دقائق حتى لو كان على الوضع الصامت. أما إذا كان هاتفك آيفون، فتتيح أبل أيضا للمستخدمين تشغيل الصوت في هواتفهم من خلال خيار أعثر على آيفوني المتاح في خدمة آي كلود، وذلك باتباع الخطوات التالية: توجه إلى موقع iCloud.com/find وسجل الدخول، انقر على زر البحث، اختر هاتف آيفون ضمن قائمة كافة الأجهزة All Device، اختر شغل الصوت.